اخوتي المغاربه السلام عليكم. اليوم 3/15/2022، مبروك علينا هاد امطار الخير، وخصوصا جهه سوس مهسه اللي كتعاني من واحد الجفاف حاد. البراجات عندنا خاويين، الفرشه المائيه ما نقولش لكم اش درنا ليها، كرفصناها، ومن غير هادشي ما كاينش شي سياسه ولا المواطن واعي للحفاظ على الفرشه المائيه وعلى الثروه المائيه ديالنا. ما كاين غير سقي، ما كاين غير الفلاحه. المهم الحمد لله الامطار جات في وقتها في الدقيقه 90، غير ما كانتش معطله، ولكن اللي جات من عند الله الحمد لله مرحبا بها. كتعرفوا نهار 24 فبراير الماضي قامت فيدراليه روسيا بغزو اوكرانيا. اوكرانيا عندنا فيها تقريبا 10500 طالب اللي كيقراو تما، وعندنا حوالي 3500 من الجاليه اللي خدامه تما وعايشه تما، يعني 14000 مغربي كاينين في اوكرانيا. قبل الغزو راك شفتوا واحد البيان بائس ديال الخارجيه المغربيه، يعني قالوا للطلبه رجعوا، ولكن ما كايناش واحد السياسه ديال اجلاء كلشي الجاليه باش تدخل لبلادها. نوفروا طائرات، نحيدوا القيود اللي كاينين، لان كانوا قيود تعجيزيه، سير ديال البي سي ار، سير ديال الجلبه الثالثه، سير ديال سيدير، هذاك الشيء كان خصو يتحيد ويجيو لهنايا ولادنا هذوك عائلاتنا، وديك الساعه يدار لهم تيست بي سي ار ويدخلوا لبلادهم ويديروا اثمنه تفضيليه كما داروا حتى الاخر، ويشوفوا حاجه اخرى. واحد العدد ديال الطلبه ما كانش يمكن لهم يرجعوا، لان الجامعات ديالهم كيقولوا لهم الا مشيتوا ما بقاتش قراو 7 سنين، وكاين اللي قرا 4 سنين، وكل واحد شحال قرا، كلشي داكشي مشى ليكم. دونك الطلبه كانوا كيطلبوا من الدوله المغربيه تدخل مع الجامعات باش ما يضيعش لهم القرايه ديالهم. المغرب ما دارش هذه القضيه وقال لهم ماشي شغلنا. ها انتم شفتوا جا الغزو، من بعد عاد ولينا كنتكلموا على الاجلاء، وداروا ديك 750 درهم واللي بغى يجي، ولكن واحد الاقليه قليله. ملي كنشوف البيان ديال الخطوط الملكيه المغربيه مؤخرا كتقول لك نقلات 2200 طالب اللي جاوا، فينا هي حوالي 12000 من المغاربه. واحد العدد ديال المغاربه اللي كانوا عندهم شويه الفلوس مشاو لتركيا، بلاص ما يجيو للمغرب مشاو لتركيا وكراو ديور وجلسوا تما. من بعد ملي طرا الغزو عدد ديال الطلبه وديال الجاليه اللي يقدروا يخرجوا من غير ديك 2200 اللي جات للمغرب مشاو لاوروبا، لان اوروبا كانت اللي حاله الان حل البيبان ديالها ومشاو لاوروبا، كل واحد فين مشاو. كتعرفوا باش نوصلوا الخبر وكيفاش شنو طرا اثناء الغزو، وكيفاش الجيش الروسي تعامل مع المغاربه خصوصا في هذوك المدن اللي جاوا على الحدود الروسيه، كيفاش تعامل معهم شنو طرا. وهذا نهار 24 كان الغزو، نهار 28 بديت اجراءات، منها اجراءات ديال التامين، اجراءات باش يكون واحد مترجم معك، والثالث وهو التجهيزات ديال السلامه. قديت كل شيء ديك الامور في واحد اليومين، وبديت الاجراءات مع السفاره الروسيه عندنا في الرباط ومع السفاره الاوكرانيه في الرباط. باش السفارة الروسية طلبت منهم باش نمشي معاهم مع الجيش الروسي وندخل مع الجيش الروسي، وفي هذوك المناطق اللي فيهم المغاربة نكون على تواصل مع المغاربة، خصوصا انني راني كنت متواصل معاهم مع واحد العدد من الطلبة تما ومن الجالية اللي كان عندي تواصل معاهم، وكنت بغيت نكون مع الجيش في اثناء هذوك الغارات ديالهم ولا الحرب ولا اللي بغينا نسميوها، ولكن الهدف ديالي هو نوصل المغاربه تحت الغزو الروسي. كيفاش غيتعامل معهم الجيش الروسي؟ كيفاش غادي، واش غادي يطردهم، واش غادي يخليهم، واش غيديهم لروسيا، ولا شنو غادي يطرى؟ هادشي كامل كنت بغيت نوصلو لكم. السفاره رسميا السفاره الروسيه في الرباط تواصلت معها نهار 2 مارس، وبقيت معاهم على التواصل، كيطلبوا وثائق، كيطلبوا شحال من حاجه. نهار 11 مارس يعني الجمعه اللي فاتت خبروني بانني خصني نتواصل مع مكتب الصحافه في الخارجيه الروسيه، وهذاك الشيء اللي درت البارح. صيفطت لهم واحد الميل وتبعتو بالتليفون، تواصلت معهم، بقينا على التواصل، ولكن الامكانيه باش تكون مع الجيش الروسي ودخل معاهم، ولو عندي تجهيزات كتحمل مسؤوليتي، عندي التامين، عندي كل شيء، وعندي حتى الماتيريال باش يمكن ليا ندير الديريكت ديالي من تما وكل شيء،
يعني كل شيء عطيتهم الضمانات وكل شيء شنو وجدت شكون الترجمان اللي غادي يكون معايا اللي غيترجم ليا من الروسيه الى الفرنسيه ولا العربيه اللي كنتكلم بها. قالوا لي بان هذاك الشيء عاوتاني موضوع ديال القوات المسلحه ديالهم، عطوني رقم ديال قسم الصحافه اللي تواصلت معه حتى هو البارح واكد لي ان في الظرفيه الحاليه ما يمكنش. دونك هذا تعذر عليا باش نكون وباش نحضر ونوصل لكم الخبر كيف هو وشنو طاري. بالنسبه للسفاره الاوكرانيه حتى هما تواصلت معهم نهار 2 مارس 2022. البرنامج كان فيه اسبوع مع الجيش الروسي ومن بعد السفر للضفه الاخرى ونكون مع الجيش الاوكراني. الاوكرانيين حتى هما كان تواصل معهم هنا السفاره في الرباط وفي مع الخارجيه ديالهم في التواصل معهم حتى هما بحال كيقول لي رسميا خبروني بان السيستم دو فيزا ديالهم مسدود، ما بقاوش عارفين ما عندهمش اللي يد عليه وما يمكنش يعطوا الفيزا ولا حتى حاجه، ولكن كيقترحوا القوات ديالهم المسلحه ديالهم كيقترحوا انني نجي من دوله اوروبيه وندخل بطريقه غير قانونيه ولا غير شرعيه والتحق بالقوات المسلحه كاين مع من غادي نتواصل ونبدا العمل، ولكن من ناحيه التامين ومن ناحيه بزاف ديال الحوايج ما يمكنش لك تدخل بطريقه غير شرعيه، وبالتالي تعذرات حتى هذه التجربه الفريده من نوعها. كنت بغيت نوصل لكم الخبر من الميدان اشنو طاري كيفاش المغاربه عايشين شنو طاري ليهم، خصوصا ان باقي الان راني على اتصال مع مغاربه اللي حاصلين لا من الجهه الاوكرانيه ولا من الجهه الروسيه ولا اللي تغزات من طرف روسيا. درت اللي عليا، حاولت واحد العمل صحفي زوين احترافي سيرتو الطريقه اللي كنت موجد وكيفاش غادي يكونوا لي ديريكت ومباشر كل خطره ومن قاع الميدان واخا الحرب كاينه، وفي نفس الوقت نتواصلوا مع المغاربه اللي راهما تما. الله كيدير غير اللي فيها الخير، تبارك الله عليكم، الله ييسر اموركم والله يحفظنا من شي حرب ولا من اي حاجه، بغينا غير السلام للعالم باسره ولبلادنا.